مشاهدي الكرام مرحبا واهلا وسهلا بكم ضمن حلقه جديده من ضيف انفاس بريس ضيف انفاس بريس لهذا الحلقه معنا الاستاذ عبد الرزاق زريدي سي عبد الرزاق زريدي مرحبا واهلا وسهلا بك مرحبا اخي الكريم سي زريدي شكون هو سي زريدي أه زريدي أه انا ولد ولد قديمه ديال الدار دي في مدينه الدار البيضاء أه قريت في المدرسه العموميه بحال بحال أه اغلبيه الشعب والأ... وانا اطار تقلدت مناصب كبيره في شركات دوليه ووطنيه و... ومن بعد كنت درت اسس شركات ديال المقاولات ومشيت تنخدم في جميع انحاء المغرب في الدومين ديال ديال ديال, ديال البي تي بي الباتيمون ترافو و... تنقولوا بان احنا مناضلين ديال التنميه باش نعاونوا بلادنا وانه وعندنا واحد النهج ديال, ديال 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 المقاربه التنمويه الاقتصاديه باش باش بلادنا تمشي في 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 السكه الصحيحه ونحاول نكونوا مثال للشباب ومثال للاطر على كيف الانسان خصو يكون عنده ذاك الحس المقاولاتي ويكون عنده الصبر ويكون عنده الاراده على تحقيق الاهداف الاهداف تتكون تتخدم بالخصوص الصالح العام وفي فيما يخص المويلات الحزبيه ولا فين تنشط. انا تنشط في حزب التجمع الوطني الاحرار في اطار هيئه المهندسين ولجنه الاطور وتنحاولوا كذلك وعندنا كذلك واحد اسسنا واحد المركز تفكير استراتيجي مهم اللي سميتو رؤى فيزيون اللي تيخدم في السياسات العموميه وتيخدم في كل ما يهم الحكامه وتسيير المجال والنموذج التنموي وكذلك السياسات العامه ديال الدوله والهدف ديالنا هو نبين الجانب المشرق ديال بلادنا وكذلك نكبروا رجالات هذه البلاد ونكون عندنا واحد المقاربه ديال الامل والتفاؤل وان ما نخليوش ان المشاكل والعراقيل تكون تكون واحد العائق باش 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 نزيدوا ونتحسنوا ونحسن الظروف ديالنا والواقع المعيش ديال المغاربه اذا حنا تنحاولوا نكون بكل تواضع قوه اقتراحيه في السياسة العموميه وهذا هو الدور اللي تيعجبنا وهذا الدور في الحقيقه حنا متحفزين باش نديروه لصالح الوطن والمواطنين الجريدة <تزريك> كنت متتبع بعمق الخطاب الملكي الأخير وجريدة أنفاس بريس نشرت لك على العديد من المساهمات وتحليلاتك في هذا المجال يعني كيف ممكن تعطينا تحليل الخطاب الملكي الأخير على خلفية افتتاح السنة البرلمانية وهو الخطاب دي تجي في سياق ديال جلاله الملك تيجي في واحد السياق ديال التداعيات الخطيره ديال ديال جائحه كورونا على الصعيد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والجانب الجيوسياسي في العالم كذلك فهي جائحة غير مسبوقة إذا في سياق هذا جاء الخطاب لجلالة الملك اللي صراحة كان خطاب محفز كانت خارطة الطريق واضحة المعالم كان واحد كانت واحد واحد الاستشراف لخطة إنقاذ اقتصادي فصراحة الخطاب وضع الأصبع على على مكامن الخلل وبينا خارطة الطريق احنا اللي خصنا السياسيين والناس للمجتمع المدني والمسؤولين يحاولوا يطبقوا هذه 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 الحلول وهذه الاقتراحات ديال جلاله الملك فالأولوية في دابا في العالم كامل هي المقاربه ديال الاقتصاد لان الاقتصاد هو هو الـ هو, الـ هو الرافعه للتنميه يعني انه المشاكل الاقتصاديه التي يعني يعانيوها المواطنين في العالم في المواطنين في المغرب والمشاكل تتعرض لها المقاولات والناس اللي تيخلقوا الثروه وكذلك المشاكل تداعيات النفسية ديال القلق وغياب الرؤى هناك واحد الضبابيه في المستقبل فهاد الشيء كامل تيبغي ان تكون عندنا واحد الحلول حلول ديال اللي فيها الرياده وفيها القياده فيها الليدرشيب وهذا الشيء هو ما ما به الخطاب ديال الملك وكذلك ان الملك اكد في الخطاب على على الحكامه وعلى اعطاء الفرص للكفاءات الكفاءات الوطنيه من اجل الاسهام في التقدم والرفاهيه ديال ديال البلاد ديالنا اذا هو خطاب خارطه الطريق هذا أه هو يعني انه كان في المستوى ديال الحدث والمستوى ديال التداعيات الغير المسبوقه ديال هاد ديال هذه الجائحه اللي اللي صراحه نعم دائما كنتكلموا على الخطابات الملكيه مؤخرا تشكل نوع من خارطه الطريق هي فعلا خارطه الطريق ولكن خارطه الطريق الطريق تحتاج الى اليه التنفيذ كنتكلموا لا السلطه التنفيذيه للحكومه كنتكلموا ايضا على احزاب كيف ممكن في ظل الحكومه حاليه في ظل الاحزاب في وضعيتها الحاليه في ظل المشهد السياسي ان ننزل هذه خارطه الطريق الملكيه أه هو في الحقيقه هذه الجائحه ديال كورونا عرات على المشهد السياسي في المغرب وبينات بانه باقي الطريق طويل عندنا من اجل من اجل ان يكون عندنا الحلول ونكونوا في مستوى ديال الحدث ونبدلوا المنظور الفكري العقلي ديالنا كيفاش نواجهوا كورونا. ما العالم ما بعد كورونا ماشي هو العالم قبل كورونا، هناك تغيير جذري الامور كلها تبدلت، العالم تخربق. يعني انه الناس الفاعلين السياسيين فقدوا البوصله ما عرفوش اش يسبقوا واش يسبقوا المشكل المشكل الصحي ولا المشكل الاقتصادي ولا المشكل النفسي اذا هي تداعيات خطيره خصها واحد واحد الحس هذه، خصها رجالات خصها بروفايلات وصراحه في هذه الازمه هذه في الجانب الشق ديال الحكومه وبالخصوص رئيس الحكومه والحزب الاغلبي بينوا بانهم ما كانوش مستعدين لهذه الجائحه وما عندهمش الحلول مع الاسف الشديد لاعطاء الثقه الثقه للمغاربه واعطائهم واحد الاليات باش يستشرفوا المستقبل بكل 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 عزم وبكل آه وبكل تفاؤل وبكل ثقه في المستقبل. هذا المشكل هذا بان في كورونا. وبان بانه بان المشهد السياسي هو مشهد فيه الكسل وفيه الخمول وما فيهش ماشي قوه اقتراحيه فكان واحد الحجر مع الاسف الشديد كان هناك حجر حزبي كان الحجر الصحي وكان حجر حزبي ودع ذلك انه الناس تسيروا تفشأ العام مثلا مثلا نعطيه الدار البيضاء مثلا اللي احنا فيها دابا ف فما كانش ما سمعناش بالعمده ديال الدار البيضاء اللي هو منتخب وعنده عنده مسؤوليات كبيره انتخابيه والتي تيتخلص من, من من دافع من اموال دافع الضرائب فكاين مشاكل وكذلك رئيس الحكومه في في قال بانه ما عندوش ما عندوش ما عندوش حلول استشرافيه ما عندوش خطه انقاذ ما عندوش اذا ما عرفش انا شنو كيبان حتى في القرارات الارتجاليه قرار ديال الليل وقرار ديال الصباح و... يعني ما كاينش واحد واحد الالتقائيه ايضا في القطاعات كل قطاع كيحاول يدبر الكورونا بطريقته الخاصه المشكل الكبير اللي كاين جوج المشاكل اللي تيبانوا لي انا ب... ب... بكل تواضع كاين مشكل ديال التواصل ها مشكلة دي التواصل هو مشكل ديال الحكومه، لأنه يعني ما كانش مهارات التواصل الحزبي، التواصل مع الشعب، تواصل بعد ذاك رسالة الثقة، كان مشكل التواصل، بالعكس أن النادي التواصل تاخذ رئيس الحكومة ولا بعض المرات وزير الصحة، فمع الأسف الشديد وما تزيدوا كرسوا الخوف ديال الناس وتزيدوا كرسو الهلع ديالهم وهذا الشيء ما تخدمش الجانب النفسي اللي هو مهم من اجل من اجل من اجل العمل ومن اجل اخذ المبادره كان مشكله تواصل وكذلك هاد جائحة كورونا بينات كذلك بأن عندنا مشكل ديال تنقول لها أنا مشكل القيادة ليدرشيب لأنه الهدف ديال واحد الرجل ديال السياسة هو القيادة هو إعطاء الأفق هو إعطاء هو تحفيز الناس من أجل مستقبل مشترك هاد هذ الأمور هادي ما في الاداء للحكومه في جائحه كورونا كان هناك تخبط وكان هناك تردد وكانت هناك عدم ثقه وكان هناك انه ما كانش آه لانه اللي خص يعطي المثال هو الناس اللي تيحكموا البلاد الناس قيادة. المسؤولين القيادات وهذا المثال هذا ما كانش لانه رئيس الحكومه مع الاسف الشديد كان غائبا في هذا الشيء وبالعكس الخارجات ديالو كرسات الضعف ديالو في, في التواصل يعني. وهادشي الشيء المواطن كله عرفوه فعلا مع الاسف الشديد نعم تكلمت على الغياب ديال رئيس الحكومه وايضا الحكومه ولكن حزب التجمع الوطني الحر اللي كتنتمي ليه يعني حتى هو كيشكل مكون ضمن دي المكون ديال 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 الحكومه بالعكس وعندكم قطاعات اللي مهمه واساسيه اللي وقفنا عليها الان في الازمه ديال كورونا فكيفاش كتشوف اولا الاداء ديال الاحزاب ديال الاداء ديال الوزراء التجمع الوطني الحر وايضا نتكلموا حتى على الوضع ديال الحزب، واش هذا الحزب هذا يعني منفصل على المشهد السياسي واش محصّن ولا حتى هو بحاله بحال باقي الاحزاب في نظركم؟ هو في الحقيقه انا انا هضرت على الاداء ديال الحكومه وكرئاسه الحكومه وكحزب اغلبي. بالنسبه للاحزاب بالنسبه للوزراء ديال حزب المواطن الاحرار صراحه كانوا في مستوى الحدث، ها؟ في في لانهم داروا اليد في اليد مع الدوله وداروا اللي تفليد مع المؤسسه الملكيه وصراحه هذوك الوزراء كانوا حاضرين وكانت ناخذوا مثلا وزير الماليه بالاقتراحات ديالو ناخذوا وزارة الفلاحة بالأمن الغذائي والأمن الأمن ديال 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 بالنسبة للفلاحة، كانت واحد الرؤية استراتيجية، كانت واحد كانت واحد الخطة ديال ديال بعث الاطمئنان وبعث الأمل، وكانت واحد الخدمة في الميدان وكذلك كانت الوزارة ديال ديال التجارة اللي خدمات وهبطت الميدان وكمه الناس وكمه المقاولات وكذلك كانت هناك اقتراحات من وزاره 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 السياحه اذا حيث تجمعات الاحرار الوزاره ديالو قاموا بالواجب وصراحه كانوا اكبر سند للدوله والسلطات العموميه في هذا في الدور هذا باش نجحنا واحد الفتره في هذا في في هذه الامور هذه فهذا تيدخل في فلسفه ديال حركه الاحرار اللي هي انه هنا باش يخدم البلاد وباش يقدم المقاربه التنمويه ها الاقتصاديه اللي تهم دابا المغاربه وهو مشكله الشغل المغاربه خصهم راه كاين خوف كبير كاين هلع الناس دابا دابا الناس اللي غيتخرجوا دابا هذا العام من المدارس العليا في المغرب ما عندهمش الافق فين غيمشيو يخدموا اذا خصنا المقاوله خصنا الاستثمار خصنا تنقيه مناخ الاعمال خصنا تحسين مناخ الاعمال خصنا نطالبوا برفع برفع واش واش حزب التجمع الوطني عنده تصور لهذه النقاط اللي تكلمت عليها عمليا بطبيعه الحال حزب التجمع الوطني الحر عنده تصور كبير وعنده مشروع سياسي اللي هو مسار ثقه وهو حزب التجمع الوطني الحر حزب قوي حزب مهيكل وعنده أطر مستوى عالي اللي دابا هاد الأطر هذه جا الوقت ديالها ما بعد كورونا وعندها باش ما عندها بزاف الحوايج بتقدم للمغرب لأنه هذيك التراكم ديال التجارب ديال ال... ديال ديال الأطر ديال حزب الجمهورية الأحرار فهي تنفع البلاد لأنه المقاربة اللي بغينا دابا هي مقاربة المبادرة مقاربة إعطاء ال... يعني أن الطاقة خصها خصت خصت يعني خصت تلقى البلاصه تعبر على على الطموح ديالها وهذا هذه المقاربه ديال حزب المواطن الاحرار مقاربه ديال التنميه ولكن هناك عداله اجتماعيه هناك المقاربه ديال الديمقراطيه الاجتماعيه. يعني ملي كنتكلموا على هذا الحزب هذا انه داخل الحزب كاين اختلاف الرؤى في نظرك واش هو اختلاف الرؤى صحيح والحلو هو انه ايضا كاين واحد الحركه يسمى حركه صحيحيه. انتم داخل الحزب كيفاش كتنظروا لهذه الحركه الصحية. وال هو انا لي هادشي عادي لانه في جميع الاحزاب هناك تدافع هناك كل واحد تيبغي عنده طموح وبالنسبه لحزب المرات الاحرار والآن الان بالهياكل ديالو هو حزب قوي ما نظنش واش غيكون شي مشكل ولا شي تاثير بين قوسين الجديده الحركه الصحيه فالحركه الصحيه اللي تيهضروا عليها الناس دابا هي واحد الحركه عندها واحد يعني ما عندهاش مصداقيه وحركة ديال شي ناس اللي كانوا غاضبين ها وما كانش عندهم واحد كبير في فلسفة الفلسفة الجديدة ديال ديال حزب المواطنين الأحرار فناس دوزوا وقتهم ومع الأسف الشديد آه وقال لهم مشكل لأنهم كانوا باغيين يوصلوا لشي أمور اللي ما بقاش الحزب دابا فكان واحد واحد حركة الغضب ومع الأسف الشديد أنهم مشاو تي تكلموا بخطاب ديال ديال احزاب اخرى اللي, تت... اللي, تت... اللي ضد حزب الوطني الاحرار، فتنظن بانه هذه الحركه ما نهضروش عليها بزاف باش ما نعطيوهاش بزاف ديال الاشهار، فالمهم ماشي هي ماشي بهذا الشيء باش نزيدوا لقدام وماشي بثقافه ديال ديال اننا نقصوا من الناس ونهاجموهم ونشخصنوا نشخصنوا سميتو حنا خصنا مبادرات خصنا افكار خصنا نعم. اقتراحات وهذا الشيء كله ما تيتوفرش مع الاسف الشديد في هذه الافكار في نعم. الحركه نعم. بين قوسين التصحيحيه نعم. هذه الافكار وهذه الاقتراحات المفروض انها خاصها اطار خاصها حزب خاصها نخب كسؤال اخر الى اي حد انه عندنا احنا الان نخب اللي ممكن او تكون حاضره في انتخابات المقبله ونحن في سنه انتخابيه احنا في سنة انتخابية اللي خصك تعرف اخي الكريم هو انه المغاربة والمواطنين عياو من الاداء ديال هاد الحكومة والحزب الاغلبي دابا عشر سنين عينا كاين واحد واحد الحصيلة كارثية يعني انه الناس ما بقاوش في السياسة الناس ما بقاوش في السياسيين فمع فالحزب الاغلبي آه ان المعركه ديالو كامله كانت من اجل الريع واللحظه يعني انه آه تقلبوا على المناصب ديال ديال باش المناصب ديال الريع كيفاش يعاونوا بعضياتهم تصور انه آه ان رئيس الحكومه مدور به واحد آه تقريبا واحد الجيش عربرم ديال ديال المستشارين وديال ديال الخبراء اللي ما عرفناهمش واش يديروا تيتخلصوا من اموال دافع الضرائب لي ها آه المثال مثلا هو الوزير السابق السي الخلفي وكذلك السي الصمادي اللي كانوا في الحكومه ولكن من بعد دازوا من الحكومه ودازوا كمستشارين تتخلصوا ب بدي سالير كبار وهذا الشيء في عز كورونا والازمه ديال المواطنين والمعاناه ديالهم فهاد الشيء كامل ما تيشجعش النخب باش يدخلوا لعالم السياسه بالعكس تيهربوا النخب وتيهاجروا الخارج تيمشيو لكندا وتيمشيو لالمانيا باش يلقاو واحد الفضاء اوسع باش يعبروا على الطاقه ما تيرضاوش ان الانسان تيشوفوا بانه المشهد السياسي ولا مشهد ريعي ولا مشهد انتخابوي ولا مشهد سياسي ولا مشهد فيه شويه ديال ديال القبليه ها لانه دابا كاين مثلا ادارات عموميه تيسيرها مثلا الحزب الاغلبي بحال مثلا نابيك ففيها الزبونيه وفيها انك خصك تكون بنفس الحيز باش تاخذ المارشي وكذلك اقصاء اقصاء اطر كبيره وخصوصاً الاطر النسائيه اللي ما تتامنش بنفس الفكره ديالهم تيحيدوهم لي بوست ها تتكون مثلا مدير ديال ديال مديريه كبيره في لانابيك فتي ولا مدير جهوي كبير ما تتفقش معايا لان ماشي في الحزب معاك تنقدر نقصيك وتنحيدك وتنجيب واحد اقل كفاءه وتنعطيه الامور فهذا الشيء ما تيخدمش مع الاسف الشديد لانه مثلا اختنا الحصيله ديال هذا الحزب الاغلبي فبغاونا نقراو لغه واحده تصور الهدف ديالهم هو نقراو بلغه واحده حنا ولاد نقراو بالعربيه ها هذا هو اللي وهما يقراو وليداتهم بالفرنسيه وبالالمانيه وبالتركيه وداك الشيء ما كاين مشكل ولكن حنا ولاد الشعب نقراو غير لغه واحده باش نبقى الافق يتسد عليك وتولي يائس وما تبقى تبغي حتى واحد وتيكثر داك الاحتقان تيكثر داك داك سميتو هذه الحصيله مع الاسف الشديد ديال هذا وكذلك كذلك انه ما يميز الحزب الاغلبي هو غياب الكفاءات ما عندوش كفاءات ما كاينش كفاءات ما كفاءات في اداره الاعمال كفاءات في الاداره ما عندناش اختصاصين في الاداره ما عندناش كفاءات في تسيير في تسيير في الموارد البشريه ما عندناش كفاءات عصريه ما عندناش اه لو يعني تنبقاو حبيسين السياسويه ديالنا والايديولوجيه ديالنا وهذا الشيء اللي المواطنين واش بغينا واش بغينا المقاربه ديال التنميه والرفاهيه والاقتصاد والاستثمار لان الاستثمار هو الحل ديال ما بعد كورونا الاستثمار شنو هو كلمه واحده هي الحل ديال جميع تداعيات الكورونا هو الاستثمار الاستثمار يعني نخلي الناس يخدموا نعطيهم نحيد عليهم العرقي الاداريه والتغول ديال الاداره ها التغول ديال الاداره ون، ون، ونخلي الناس تخدم وتبدع والتمويل كذلك ونخدموا باش نقدروا ان النخاب تجي لانه دابا النخاب في الاحزاب السياسيه والكفاءات مهمشه مع الاسف شديد واخا تنقولوا بان ماشي مهم ان الاحزاب السياسيه ما زالت تتخلع من الكفاءات وما زالت تتخلع من لي جون كومبيتون تتخلع من لي جون اونتربرونون الناس اللي باغيين يخدموا وياخذوا مبادرات فتلقاو مشكل كبير باش بش يدخلوا باش يلقاو بلاصتهم في الاحزاب لانه دعاة الخمول والكسل والناس اللي باغيين غير باغيين غير المصالح الشخصيه ديالهم تي تي تيحاربوهم و عليه عليهم واحد السياج من من حديد وما تيخليوش هذيك الكفاءات اذا انت لا بغا شي كفاءه يجيبان خصو يبذل واحد المجهود جبار خصو يمشي يخدم يدير واحد المجهود اللي اللي باش يقدر يفرض راسو باش يقدر يفرض راسو باش يقدروا يلقى البلاصه ديالو وهذا الشيء ماشي كلشي مساكن الناس عندهم هذه القدره قدر. لان الانسان تيمشي مسكين اطار تمشي يقلب على راسو، خصو يخلص الكره، خصو يخلص وليداتو المدرسة، خصو يسافر. كاين مشاكل صحية، كاين مشاكل نفسية. إذا هاد الأمور هادي هاد 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 كاملة ديال النظرة ديال المشهد السياسي تؤدي إلى دعم دعم مع الأسف الشديد الفساد والكساد. لأن هذا هو يعني أنه هادشي ما ماشي مزيان وخصنا نديرو واحد المجهود كبير وخص الدوله والمسؤولين في الليل باش باش هذا الحاجز ونخليو الناس تعبر على الطاقه ديالها والمواطنين ي... ي... يعبروا على الامور ديالهم ونديروا شي شي مقاربه منهجيه تنمويه من اجل وطننا الحبيب على هذه الكلمه الوطن الحبيب وكلنا نطمح اليه شكرا جزيلا السيد الرئيس الزريدي كنت معنا في ضمن برنامج ضيف انفاس بريس شكرا جزيلا والى اللقاء شكرا مشاهدينا الكرام